السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب جماعة تكونوا بخير وبأحسن حال. درس النهاردة ان شاء الله هيكون درس بسيط كالعادة للمبتدئين والمحترفين كمان، هنتعلم فيه تكنيكات جديدة بإذن الله. الدرس هيكون شوية دمج حلوين هيعجبوكوا، وكمان الناس اللي بتحب الكالر مود الخاصة بالديزاين او اللي عايز يتعلم ازاي اعمل كالر مود ان شاء الله هتتعلم ده بكل سهولة في الديزاين ده. مش هنطول زي ما بنعمل كل مرة عشان ما اطولش عليك. كمان في الكلام، لو انت اول مرة تشوفني انزل اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان كل ما هعمل فيديو يوصلك على طول. كمان مستني رأيك في الكومنتات ما تنساش، ويلا بينا نخش من غير كلام كتير. دي الصور اللي هنشتغل عليها بإذن الله، حملتها منين؟ من شاتر ستوك وفريبك. تمام، فهنخش سريعا كده. دي أول صورة معانا هنشتغل عليها، ركزوا معايا. هجيب الماجيك وهاجي عند السكاي أو السماء. أول حاجة هدوس كليك كده وهاجي عند سيلكت واختار الاختيار ده، هيعمل لي سيلكت على كل اللون اللي انا دوست عليه كليك في الاول. بس طبعا دخل لي السيلكت في الارضيه، فانا هحاول اشيله او احوشه في الكويك سيلكشن اللي هي الماوس يعني او السالب. هبدا اشيل السيلكت اللي هو عامله لي في الخشب اللي في الارضيه ده بالشكل ده. طبعا احنا بنشيل السما عشان نحط حاجه بدلها يعني. بعد كده ادوس دبل كليك على الباك جراوند هنا كده، وهبدا ادوس ديليت من الكيبورد فهيحذف لي الكلام ده. في بواقي سما هدوس برده كليك عليها كده، وهروح على نفس الاختيار هيعمل لي سيلكت على كل اللون القريب من اللون اللي انا دوست عليه كليك. وبرده بالكويك سيلكشن وهبدا اشيل اي سيلكت هو عامله لي جوه بالشكل ده. تمام، وهدوس لود كده. خلاص شلنا السكاي او السما، هنروح للصور. هاخد مثلا صورة زي الصورة دي. طبعا كل الكلام ده هتلاقيه في الديسكريبشن. تمام، هعرضها بالشكل ده، وممكن اظهر الجبال اللي ورا او الشكل اللي ورا ده لو انا مش عايز اظهره، براحتك يعني. تمام، تاني حاجة او تالت حاجة هاخدها معايا الصورة بتاعتي، برج القاهرة ده. تمام، هبدأ اظبطها هنا كده. تمام، بس احنا ممكن يعني ايه نخليها شوية لحد ما نظبط الشغل بتاعنا. طيب، صورة الفرخة هجيب الماجيك وهعمل سيلكت على الابيض كده. هو دخل لي سيلكت في رجل الفرخة من تحت كده، فانا ممكن احل المشكلة دي ازاي؟ في يعني لو في اي صورة مثلا الباك جراوند بتاعتها بيضة وانا مش عايز سيلكت تخش لجوه، طيب هدوس كنترول جي من الكيبورد، هعمل كوبي من اللاير بتاعت الباك جراوند دي، وهدوس او هحاول اجيب الليفلز مثلا واغمق الصورة الصورة اللي فوق يعني بالشكل ده. ممكن اعمل لهم ميرج هما الاثنين، وهجيب الماجيك تاني كليك كده. اصبح ان السيلكت اللي انا عملته اهو بالماجيك مش هيدخل جوه الفرخة لان انا مغمق او مسود اللير اللي فوق. ادوس دبل كليك في الباك جراوند عشان افكها، وهبدا ادوس ديليت فوق وديليت تحت، وبعد كده هشيل اللير اللي فوق فالمشكله اتحلت معايا. ودي طريقه قص هتساعدك في حاجات كتيره جدا يعني. فقبل اي حاجه هدوس كليك يمين عليها واختار الكونفرت تو سمارت اوبجكت. قلنا في الدروس اللي فاتت كلها عشان لو كبرت او صغرت الاستوك معايا او الصوره ما تدكسلش، فهبدا اجيبها هنا كده وهبدأ أظبطها. هي المفروض إن هي الهيرو معايا في الديزاين، أو التمركز البصري هيكون عليها يعني، فهي هتبقى واخدة التمركز بتاع العين يعني. تمام، في هنا أبيض ممكن نشيله، هعمل راسترايز وأشيله وهرجع أعمل كونفرت تاني. تمام، في برضو أبيض هنا، ده ممكن بالبين تول، وهبدأ إيه مش هنقصه، انا هحتاجه معايا، كان ممكن اشيله من هناك بس انا عايزه بالشكل ده. تمام، هعمل كده، ركزوا معايا، هعمل راسترايز وهروح هنا عند تاني اختيار فوق، وادوس كليك يمين واختار لير فيا كات عشان يعمل لي الكلام ده في لير لوحده. وبعد كده هاجي من عند النورمال هنا كده هختار المالتي ده عشان يعني يخلي لي الشادو يكون بالشكل اللي هو الاصلي بتاع الصورة يعني. وفي ابيض هنا اهو ممكن نشيله، ده مش محتاجه.
تمام بس كده. طيب الديزاين كله ممكن اطلع فوق خالص واجيب البرايتنس كونتراست وهبدأ اضلم فيه شوية بالشكل ده، كونتراست اعلي شوية تمام، وممكن اجيب الاستيكة هكبرها شوية واجيب الخفيفة وهقلل الفلو هنا مثلا، اخلي مثلا اي حاجة تمام، وهبدأ امسح الجزء بتاع البرايتنس اللي هو يعني ايه يعني سواد لي غمق لي حوالينه، بس ايه خلي لي الجزء اللي في النص ده فاتح شوية تمام. طيب هروح عند الصور، في ثلاث ملفات معانا اللي هم بتوع دول هيتفتحوا على الاستريتور تمام. هاخد اول ملف او اول صورة هناخدها معانا الصورة بتاعت اللي هي مش عارف والله دي بتتسمى ايه يعني اللي هتلبسها دي تمام. فانا بس هاخد منها الجزء اللي هو فين، الجزء اللي هو فوق ده، هحاول اكبر بقى واقلل الاوبستي يعني هعمل كده اكبر كمان شوية تمام. طيب ركزوا معايا، هقلل الاوبستي من هنا كده وركزوا، انا يعني عشان بس ما تهوش تمام، انا هعدل الاوبستي تاني، انا بس عايز كل اللي انا عايزه انا هعمل لكم كل اللي انا عايزه الجزء ايه ده فقط، يعني مش عايز الكلام اللي تحت ده. فهاجي هنا هقلل الاوبستي اهو وركزوا، هجيب البين تول وهحاول اقص اهو الجزء ده لوحده طب انا ليه قللت الاوبستي عشان اكون واخد بالي من كتف الفرخه برده وانا بقص، يعني ايه تكون مظبوط على كتف الفرخه بالظبط يعني تمام. وهعمل راسترايز وهحذف وهرجع على الاوبستي تاني بالشكل، ممكن بقى اكبره ومش عارف يعني نحاول نظبطها تمام. هرجع للصور تاني او الملف تاني، هاخد الشكل ده اكبر، ممكن اعكسه بالشكل ده وهنزله تحت في الفرخ، احاول اكبر لحد ما اظهر الكلام ده احاول اظبط الجزء ده مع ده تمام. والزياده اللي انتم شايفينها دي بالاستيكه كده وهشيلها على الاسفلو وهشيل كمان كل الزيادات اللي هنا اللي مش عايزها بس كده. طيب انا محتاج اكبر الجزء ده شويه، ممكن كنترول تي واجيب الورد وابدا يعني اضخمه كده او اعمل شويه شغل فيه يعني، ظبط بالطريقه اللي تعجبك لحد الدنيا ما تظبط تمام، عشان وقت الفيديو بس ما تشطول عليكم تمام. ركزوا معايا، المفروض ان هنا الفرخه قدام البتاع اللي هي بتاعت السوبرمان او الهيرو مان ده، فانا المفروض هعمل شادو. ركزوا معايا، هعمل لاير جديده وهدوس كنترول الت جي من الكيبورد وهجيب البروش السودا وهقلل الفلو على قد ما اقدر وهجيب البروش الخفيفه وهبدا اعمل شادو في الجزء ده خفيف قوي يعني ما يبقاش اوفر تمام. كمان هاجي عند الفرخة هعمل لها كريت لاير وهجيب مثلا اللون ده وهبدأ بالراحة كده ادي على الفلو، ادي هنا كده زي لايت بيضة مش شرط نعملها في الرجل بتاع الفرخة يعني عشان المفروض ان هي يعني ايه. هاجي عند هعمل هنا سكرين وهقلل اللايت دي شوية، يا دوب هي لمسة بس كده ايه يعني عشان ايه ما تزودوش قوي في الموضوع ده عشان الدنيا ما تبوظش
تمام. هنروح لتاني حاجة معانا اللي هي العلبة، اسحبها معايا بالشكل ده، ممكن اكبرها وانزلها شوية عشان ما تبقاش طويلة قوي يعني. تمام، ركزوا معايا. هاجي هنا كده عند الدايرة دي وهختار الساتوريشن، وهدوس على العلامة اللي هنا دي، وكنترول الت جي عشان يدخل لي اللي انا هعمله في قلب العلبة فقط. تمام، انا عايز اغير لون العلبة، هفضل ازود في الكالر والشغل ده عشان بس ادمج الدنيا قوي. هاجي هنا كده هختار المالتي مثلا. تمام، اللون الاحمر هيبقى كويس معانا. ممكن اجي هنا كده او هنا هعمل لاير جديده وكنترول الت جي تاني عشان ادي بس لايت ممكن تكون احمر بس فاتحه شويه، وهعمل كده يعني. لو انتوا شايفين ان هي مش تمام او مش مناسبه براحتكم يعني، ايه براحتكم. ممكن نخليها اوفرلود كويس، ممكن بس اخف شويه من هنا وخليه يكون ايه فاتح معايا. تمام، طيب هنخش الخطوه اللي بعدها. هعمل شادو للعلبه وهعمل شادو للفرخه. هاجي هقف تحت العلبه كده وهعمل نيو لير هنا كده، هجيب البين تول، ركزوا معايا، وهرسم الشادو بالشكل ده. ممكن اجيب البراش واملاه اسود كده عشان تبقى في اللاير بتاعته، وهاجي عند فلتر وبلور وموشن بلور، وهبدا ايه ازود الجزء ده شويه، وبالاستيكه اكبر واحاول ايه يعني اقلل الفلو هنا شويه، واحذف الكلام ده واحاول ايه اوسعه كده بالشكل ده. تمام، الفرخه مش هنعمل الكلام ده، انا هاخد كوبي من الفرخه وكنترول تي كده، وهدوس كنترول وهشد الجزء بتاع الفرخه ده من فوق لتحت بالشكل ده، احاول اصغر يعني، انا هحاول ايه اقرب الرجلين دي على قد ما اقدر بالشكل ده بالورب يعني. ايه يعني مش هتبقى قوي بس يعني ان شاء الله هتظبط. هخليها اسود وهعمل نفس الخطوه موشن بلور، وبعد كده هخف الشادو ده يعني ايه هو كده كده هيظبط نفسه لما هخف. تمام زي الفل. طيب الخطوه اللي بعدها هنيجي عند الجزء بتاع البروست ده. طيب انا عايز البروست ده يكون في العلبه تمام، ويعني ايه يعني انا بس هنشيل الصوره دي دلوقتي، نقف على اللاير بتاعه العلبه اهو. تمام ماشي، هو دخله لي في الساتوريشن، انا مش عايز يبقى داخل في الساتوريشن، هدخل كل الكلام ده. ممكن اعمل اللايرات بتاعه الاحمر والساتوريشن واللاير بتاعه العلبه اعمل لهم كلهم ميرج كده خلاص عشان اعرف اظبط دنيتي يعني. همسح الابيض الاول بتاع البروست ده او بتاع الفراخ دي. تمام، هعمل كونفرت هنا كده وهصغر. تمام، انا عايز بس ركزوا معايا الاجزاء بتاعه الكيرفات الموجوده دي تبقى قدام صورة الفراخ يعني تكون فوق. طيب هعمل ايه؟ هاجي عند العلبة تمام، وممكن اجرب الماجيك الاول قبل البين تول اهو، بس يعني هي لو جت بالبين تول هتبقى افضل، فهبدأ اجيب البين تول كده اهوت وايه، وهبدأ اقص الكيرفات بالشكل ده. معلش هي ممكن تبقى خطوة مملة شوية بس يعني كويسة هتظبط الدنيا اوي يعني اهو.
خلاص هانت يعني اتنين كيرف خلاص تمام. هنزل اللي تحت كده هاخد الجزء ده كله كده كوبي بالشكل ده تمام، وهجيب الفراخ بقى لفوق دي اعمل كده واروح مطلع اللاير اللي انا قصيته فوق كده. بس يعني الموضوع مش صعب وفي نفس الوقت بيديك نتيجة كويسة. همسح الزيادة بس اللي هنا بالشكل ده زي الفل. ممكن افتح فراخ بالشكل ده بالبرايتنس تمام تمام طيب الخطوة اللي بعدها ممكن ناخد اللوجو اهو وكنترول تي وهبدأ اضبط الكلام ده لحد ما احس ان اللوجو بقى خلاص يعني واخد الاتجاه بتاع الجنب الشمال بالشكل ده، وممكن كوبي منه وهفضل اضبط الاجزاء دي لحد ما ياخد الجزء بتاع الجنب اليمين، بس ممكن اصغره شوية وهنا برضو ممكن اصغر شوية تمام. اللوجو ده محتاج يتظبط كمان شوية يعني تاخد كده شوية بالشكل ده تمام. الخطوة اللي بعدها هنروح على الصورة دي تمام، سيلكت كده على طول واحذف الابيض وهاخد ده وهاخد ده، هعمل كونفرت للاتنين الاول قبل اي حاجة، صغر وهروح على هناك بالشكل ده تمام. يعني هديله ميل كده شوية تمام زي الفل. ممكن ناخد واحد في النص صغره شوية زي الفل. طيب انا ممكن اعمل التلاتة ميرج وهجيب البرايتنس اللي انا حطيتها في الجزء ده كوبي كده وهروح هنا كده اهو احطها اسحبها لحد فوق اللاير بتاعة الفراخ واروح حاططها هنا على اساس ان هو يديني نفس درجة اللون، بس هي ما عطتنيش يعني. فممكن انا افتح من هنا لحد ما ايه اخليهم قريبين من بعض بالشكل ده تمام زي الفل. طيب الخطوة اللي بعد كده هعمل نيو لاير وهاجي كليك كده هجيب السموك الدخان ده طبعا ده هسيبه لكم برضو، وهعمل سموك كده هحاول اصغر شوية هنا اهو، طبعا في زيادة هنا كتيرة يعني همسحها استيكة اهو، هعمل نيو لاير تمام. ممكن اقلل شوية السايز ده على اساس ان انا ايه خلي السموك تكون طالعة لفوق، طبعا في ابيض هنا زيادة قوي فهحاول اقلله كمان في اللاير الاولى هحاول اقلله زي الفل. طيب هاجي عند الصورة دي الابيض سريعا كده احذفه تمام، هاخد الشكل ده وهاخد الشكل بتاع الفلفل ده وهعمل كونفرت للاتنين وهسحبهم معايا، هاخد دي الاول اصغر كده وممكن اكررها مش مشكلة، والفلفل ده صغر هنا تمام. ارجع للصور اشوف احنا بقينا ايه، بقينا الصورة بتاعت كايرو اللي هي دي تمام. احنا المفروض بنقول ان احنا عمالقة او عمالقة الدجاج في مصر يعني، انا ايه بحط حاجة كده يعني تقول ان احنا في مصر تمام. طيب الصورة بتاعت الطائر الموجود ده انا مش عايزها فهحذفها كده
تمام ركزوا معايا. هاجي عند الجزء ده هعمل له سيلكت اهو، كنترول جي من الكيبورد عشان اعمل منه كوبي، وهبدأ اعكسه الناحية التانية بالشكل ده، وكوبي كمان وهبدأ اعكسه بالشكل ده عشان الكلام ده كله يتملي معايا. فهعمل ميرج كل الكلام ده، وبالاستيكة هبدأ احذف الكلام ده كله. طب انا ليه ما عملتش كده من الاول؟ عشان انا محتاج الجزء اللي هنا ده بتاع البيوت ده يبقى مقرر معايا فيديني شكل حلو يعني. طيب هاجي من هنا كده وهشوف انا محتاج ايه. طيب احنا ممكن نخلينا زي ما احنا، وهاجي عند البرايتنس وهعلي، اهو على اساس ان انا اكون قريب شوية من السماء الموجودة ورا يعني. كمان السماء اللي ورا دي ممكن برضه افتحها عشان الدنيا معاها تظبط اكتر اهو زي فوق. طيب ركزوا معايا، هطلع فوق خالص وهعمل نيو لير، وهجيب البروش خفيفة وهختار من هنا اللون البرتقالي بالشكل ده، وادوس كليك هنا كده وهكبر الاضاءة دي وهخليها سكرين. بس كده مش هعمل حاجة تانية. طيب زي ما انا هعمل لير تانية وهجيب البروش، بس المرة دي هخلي اللون الاسود وهشد خط هنا كده اطلعه فوق واحاول اخففه ميبقاش اوفر زي الفل. الخطوة اللي بعد كده هجيب الشرار ده هشيل بس منه الباك جراوند المربعات والبيضة، ودي اروح زي ما انا كده واخدها فوتوشوب اكبر اهو، ممكن كنترول جي عشان اخد كوبي بالشكل ده، ميرج الاثنين وهكبر، بعد كده هعمل سكرين. ممكن البرايتنس وادوس كنترول الت جي وهبدا اسوي كده الموضوع يعني عشان ايه زي الفل. يعني محتاج اعدله شويه فوق بالشكل ده تمام قوي زي الفل. طيب الخطوه اللي بعد كده احنا عايزين نكتب الجمله بتاعتنا تمام، هي عماركة الدجاجة اهي. يعني نتأكد تمام بالبرينج كويس، هاخد كوبي كده وهاجي هنا في المكان الفاضي ده ثم دخلها لي جوه تمام، وهجيب الفون ده كويس اكبر الكلمة شوية ودي هخليها بس اصغر شوية، واخلي لونها كمان يكون واخد اللون احمر او النبيتي ده تمام. وفي مصر هنكتبها بقى، مش محتاجين نترجم. خلي لونها اسود تمام. الكلمة كلها هشدها تحت خالص على اساس ان هي تبقى اللايت جاي عليها، وكمان الزرع الموجود ده جاي عليها فتدي شكل كويس يعني. طبعا الدرس بسيط ما خدناش فيه وقت خالص ان شاء الله يعني تمام. اخر حاجة هعملها وركزوا معايا فيها لو سمحت، هاجي عند اول لير فوق بعد ما سايب بيز دي طبعا تمام، وهعمل كل الليارات ميرج مع بعضها، وهاخد بالسلكت المربع ده كله كده عشان يبقى معايا لير فوق ولير تحت، واروح عند الكاميرا رو عشان نبدا نظبط الواننا وشغلنا وكل الكلام الجميل ده. طبعا الحاجات دي زي ما قلنا قبل كده كل الدروس هي حاجات مش ثابته يعني، حاجات على حسب عينك. انا ممكن ابقى حابب
الاضاءه تكون عاليه واطيه، بس اهم حاجه ما تكونش اوفر في اي حاجه بتعملها، يعني حاول تكون الدنيا بسيطه ما تزودش قوي. اهم حاجه ان يكون الدرس بسيط تمام، ويكون حتى يعني الناس المبتدئين ان شاء الله تعرفوا يطبقوا بكل سهوله باذن الله يا رب. واتمنى يعني ايه الناس اللي بتطبق تبقى تبعت لي برضو ايه يعني نشوف مع بعض لو في حاجه في مشكله انا تحت امركم يعني. وانا هحاول نظبط كده سريعا عشان ما اطولش عليكم. طبعا الديزاين تحفه والله يعني انا عاجبني، هدوس له اوكي وهشوف كده النتيجه اهو. طبعا انا ليه عملت طيارين عشان انا لو حابب اقلل شويه الايفكت اللي انا عملته ده اقلل يعني. طيب ممكن اجي عند الدايره دي وهجيب الكيرفز مثلا وهاجي عند اللون الازرق اعلي الضوء ده شويه. طبعا هي في لمسه حصلت كده ممكن ما تبانش بس شوفوا اهي تمام، ولو انا حابب اقللها براحتكم يعني بس. وبكده نكون انتهينا من الديزاين، يا رب يكون عجبكم، مستني رايكم في الكومنتات، ما تنسوش، واشوفكم في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.